نهاية الأمر المسؤولية السياسية هي تقصير هؤلاء في إدارة مرفق من مرافق الدولة. رئيس الحي ما تشالش، المحافظ وزير الإسكان، يقول لك رئيس الحي جه جديد وكانت المساكن دي موجودة، المحافظ كان في محافظ قبليه، ما هو كل واحد بيجي يا فندم، سيادة النائب بيقول أنا واخد احنا بلد، كل واحد مشيلته يا فندم، وقعت وانا ما انا جيت لقيت دي متقال ان دي هتقع على دي. اقول حاجة يعني انا حضر مثل بسيط يا منعم، الناس طلعت بالصفايح وبتاع في بشبيش وفي البرولس عشان ما تشربوا، فالسيد وزير الاسكان مشكورا جه طالع وقال ان احنا عاملين خطه ب 17 مليار جنيه، المواسير 16 بوصه هتدخل على 8 بوصه، وال 8 بوصه في 7 بوصه، والمقاول اتاخر 16 يوم وكلام من ده. هذا عمل تنفيذي. لكن صاحب هذا ايه؟ ان السيد رئيس المدينه جه جايب 4 عربيات تانكرز فيهم ميه شرب وابتدى يوزعهم في البلد وتحل الاشكال، والناس خدت صفايحها ومشت. اللي ما عملش كده مسؤول سياسيا بقى. هذه الذي لم يحل المشكله بهذه الطريقه ولم يدر المرفق بان يوفر لهؤلاء الناس المياه لدرجه انهم يطلعوا بصفايحهم، مسؤول سياسي يتشال رئيس المدينه يتشال المحافظ. الله، انا كلفتكم كشعب بإدارة مرافق الدولة. متأكد؟ مين قال؟ لا أنا معترض. لا معلش. النقطة دي كمان يعني النقطة دي بالذات أنا أقول الحمد بيه كانت فين؟ يعني أحداث العبارة لما حصلت كانت متزامنة مع الدورة الإفريقية. كان المسؤولين في الاستاد بيهللوا ويسقفوا والناس بتغرق في المية. إحنا كنا قاعدين بنبكي وبنتحسر ودي ناس كانت قاعده بتهلل في الاستاد. على فكره احنا طالبنا بدراسه هذه الظاهره. يعني ازاي الكلام ده يحصل؟ ادي نقطه. النقطه الثانيه انه زي ما الاستاذ مجدي قال انه مثلا ان القاضي اللي في المحكمه الدرجه الاولى شاف ان الحكم بناء على المستويات اللي قدامه، وبتاع الاستئناف شاف بناء على المستويات اللي قدامه. لا، انا بقول ان حيثيات الحكم في الدرجه الاولى هو نفسها الحيثيات اللي استند عليها في الاستئناف وادان بها ممدوح اسماعيل، هي نفسها. ايوه بس جابت 11 بند وفندهم التقاضي درجات ومن حق القاضي. عشان كده عملوا الحيثيات هي يا فندم، عشان كده عملوا الاستئناف وعملوا النقض. يعني فكره يعني القاضي اذا كان القاضي بشر، هذا ليس دلال على خطا او فساد، ده دلاله على انه وجود درجات للتقاضي هو الشيء الاصلح والاصح. ماشي، بس ما انا هقول لحضرتك على حاجه. طب ما هو كان ممكن في اول درجه يتحكم بالبراءه وفي الاستئناف يبقى العكس. يعني النهايه انه كل الدرجات يجب ان تستنفذ مع عدم التعليق والاحترام. يعني احنا بنحترم ده، لان في احكام بيلغي النقد، بيلغي احكام كتير. لكن انا بس شايف حاجه، انه القضيه دي قضيه العباره وقضيه الصخره اللي هتقع هي في الحته دي، هتقع في الحته دي على الناس دول بالتحديد. متعلقه بس بكلمه واحده، عباره عن مصر دي هتبقى زي الفل لو السلطه او الحكومه او احنا كلنا عرفنا ان هناك قيمه للانسان المصري، ان هذا الانسان المفروض بنحافظ عليه. احنا بنشوف دول بتدخل حروب عشان واحد يا فندم، واحد يعني الجندي شاليط اللي انا تعقدت من اسمه اساسا وعايزه يولع. يعني ايه القصه؟ جندي اسرائيل موتت على بيضربوا مثل بيه. الجندي شاليط ده حروب قامت عشانه، وغزه اتضربت عشانه، والاف ماتوا علشانه، لان الدوله شايفه ان هذا المواطن مهم بالنسبه لها. لا بس ما تقوليش كده. لا ما تقوليش الجندي شاليط ده منهج لهم، ده شاليط تصادف وجوده يا فندم. انا لا هو بيتكلم على يضربونا عشان شاليط، دول هيضربونا من غير شاليط. ايوه بس كل في كل الاحوال في اعلاء من قيمه المواطن. يعني محاوله اعلاء قيمه الانسان. احنا بنتكلم دلوقتي عن مفاوضات ومباحثات بين حماس والسلطة والكلام ده وإسرائيل عشان صليت فيها. بتكلم إن إنسان واحد ممكن بس يحرك كل داخل في مادة سيبك من صليت خالص. لكن أنا عايز أقول على حاجة واحدة، إن الإنسان المصري أو المواطن المصري الغلبان اللي مات في قطر السعيد محروق هو نفسه اللي مات تحت صخرة الدويقة، هو نفسه اللي غرق في العبارة، وهو نفسه اللي بيموت في نتر الأنفاق بسبب الإهمال، وهو نفسه أيضا الذي يأكل ويشرب أحيانا أكل قد يمرضه وقد يميته ويتلوث به أو غيره. قيمة الإنسان المصري
هتفرض علينا طريقة تعامل محترمة جدا معاه، مش في الحوادث بس عشان ننقذه، لا في حياته وفي أكله وفي شربه وفي الشارع وفي البيت وفي المدرسة. لكن المشكلة الحقيقية إن الحكومة بتنظر إلينا باعتبارنا 80 مليون مواطن، إن 80 مليون مواطن دول ملهمش قيمة وممكن 1000 و2000 و3000 يموتوا ما فيش أزمة. لكن أنا بقول أن أي أمة لن تتقدم إلى الأمام إلا ما تقدر تتمن بالبلدي المواطن بتاعها، وتقدر تعرف أن له قيمة سواء في الداخل أو في الخارج، لأن ده حضرتك بينعكس على قيمتنا في الخارج. كل المصريين في الدول العربية يعلمون تماما ويشكون تماما دائما من فكرة أنهم بلا قيمة في هذه الدول، في أحيان كثيرة بيظلموا وبيضطهدوا وغيره. القيمة، قيمة الفرد أو الموظف أو العامل في الخارج المصري بالذات للأسف بتبقى مسؤوليته الفردية، إما أن يفرض هو شخصيا بأدائه وبأخلاقه وبإجادته احترامه على الآخرين أو فلا. يعني هي بتبقى مسؤولية فردية مش مسؤولية يعني البلد. أختلف مع حضرتك، لأني أنا كنت عايش بره، عايش بره 27 سنة وفي مكان واحد، وكنت واخد مركز مرموق، وكنت منتهى الاحترام، علاقة بيني وبين رجل محترمة جدا، ولما حصل الحادث ونزلت خدش حقوق. ليه بقى؟ مش فردية، مش فردية. هناك وزارة خارجية لها سفارة قنصلية لا تهتم بأحد، وده أنا رجعت الوزارة. أنا مش يعني قصدي فكرة يعني وكأنه مسؤولية الإنسان أو المواطن هو إنه يتحصل على الاحترام وعلى الحقوق، والوضع الحقيقي مش المفروض يبقى كده. لازم الدولة تساعده بالظبط. يعني قضية واسعة وكده، يعني معلش اسمحوا لي، يعني إحنا الإيه أولى قواعد بناء الدول أن يتعلم الإنسان كيف يغضب. يعني إحنا مش عايزين ندخل، إنما هي الفكرة إيه في الموضوع؟ الفكرة أن غياب عنصر الحساب هو الذي أدى لهذا. الحساب الذي يؤدي إلى إيه؟ الذي يؤدي إلى أن الحكومات لا تقدم الأمم إلا بقدر قدرة الشعوب على فرض التقدم على الحكومات. إحنا قدرتنا على فرض، مش هدخل في كل شعب يستحق حكومته والكلام ده كله، إنما أنا بيحضرني هنا يعني مثل عجيب جدا جدا. يعني كان في شاعر قاتل فاتك اللص من بتوع زمان، وبيعمل معسكر ويسرق ويوكل قومه والآخر. ففي يوم هو طالع والدته خايفة عليه، فقال لها زريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، تباعده النساء وتزدريه حليلته وينهره الصغير، ورب الفقر رب ليس ينسى ولكن للغنى رب غفور. ودي مسألة خطيرة جدا جدا. كلام بالنسبة ده كفر. اللي أنا عايز أصل إليه إيه؟ إحنا المسألة مش يعني في هذا الموضوع، هذه المنظومة. طيب أنا عندي سؤال أخير في الحلقة دي. إذا كان في حالة اتفاق ضمني إنه الحكم ده يمكن يكون أنهى أو وضع شبه نهاية للشق الجنائي إلى أن تستحدث أي خطوات أخرى يقدم عليها المتهمين، هل تعتقدوا أنه النهاردة وإحنا في 2009 بعد الحادثة ما حصلت 3 سنين في 2006، هل من الممكن إعادة فتح المسألة سياسيا، ولا دي أحلام إبليس في الجنة؟ إذا كان الموضوع ما تفتحش سياسيا من 3 سنين يبقى هنطالب بالتحقيق وفتحه بعدها 3 سنين. أحلام إبليس في حضرتك الموضوع أساسا لسه منتهاش. يعني اساسا الحكم اللي صدر ده تجاهل حاجات، في ناس احنا بنقول مخطوفين من الناحيه السياسيه. احنا معلش انا قبل ما اوصل السياسيه دي احنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا في الاول على الجنائي والمدني وبعدين جيت على السياسي. طب الجنائي والمدني اساسا لسه ما انتهاش. اما ده طريق وده طريق. معلش لا يعني بغض النظر عن الخطوات القانونيه، تعتقد يا استاذ حمدي او يتهيأ لك كده انه ممكن خلال السنوات القادمه تطلع مجموعه من القرارات او يحصل عدد من المحاسبات او المحاكمات لمسؤولين سياسيين ولا لا؟ والله نامل ذلك. يتهيأ لك ولا ما يتهيأ لك؟ ما يتهيأليش. ايوه كده خليك صريح. دكتور سياده النائب. انت حضرتك بتسالي بتقولي ولا ده يعني عشان نبقى عارفين المفضله بين ايه وايه؟ يعني هل ممكن ولا ده عشم ابليس في الجنه؟ بسال السؤال كده. كده يا السؤال. يعني هي النتائج لابد ان الموضوع ده هيفتح تاني، انما النتائج ايه؟ نتيجه فتحه
دي بقى اللي لا يستطيع أن يقدرها الإنسان إلا بالرؤية العامة للأمور في هذه في المرحلة التي يفتح فيها. لأن المسألة في نهاية إيه؟ المسألة كان قرار من المجلس بهذه المحاسبة السياسية. لما لم نصل لهذا القرار قد يفتح في مجلس جاي. طيب خليني أعيد صياغة السؤال مرة أخرى. لما ما كانش في حكم قضائي مش عايز اقول يمتص غضب الناس لانه ده غير صحيح، المفروض ان الحكم القضائي ينشد العداله وليس غضب او فرح الناس، انما لما كانت الامور مشتعله ما حدش فكر في الشق السياسي والكل توجه الى الشق الجنائي.